احنا كبنات دايما بنتقيم، بحس المجتمع بيقيمنا، يعني لو انت عملتي حاجه زياده قوي ايه ده انت اوفر، او انت ليه كده بتعملي حاجات زياده، او لو انت عملتي حاجه قليله كاني في حاجه ناقصاكي، لا بصي انت محتاجه العلاقه الفلانيه عشان تبقي تحسي انك كامله، او انت محتاجه تعملي الدور الفلاني او الشغل الفلاني عشان تكوني تبقي راضيه عن نفسك. ودايما بيبقى عندي سؤال، يا رب انت لما خلقت حواء كنت شايفها ازاي؟ هو كان على قلبك ايه؟ انت فعلا خليني حد ناقص محتاجه حاجه تكملني او حد يكملني، ولا انت خلقتيني كامله؟ احنا هنبدا بروك كلاب دوت، وهنتكلم كتير قوي عن اسئله كتير بتدور جوانا، وهنقرا اجزاء كمان من الكتاب فعلا فرق معايا، اسمه باتنا، فرق معايا انه رد على اسئله كتير، هو ربنا شايفني ازاي؟ كمان هنتكلم كتير قوي عن سؤال دايما في قلب حواء، هو انا جميله؟ هو انا مرغوب فيا؟ هو انا استاهل الاقي الحد اللي يسعى ليا ويحارب علشاني؟ وكمان في الاخر بيعرفني معنى ازاي انا اكون اميره محاربه، ليا دور وليا اساليه، وربنا ما خلقنيش كده وبس، كمان خلقني عندي قيمه وعندي هدف. شجعك انه باستمرار، وهنبسط قوي انك تكوني معايا.